الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ألتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة النساء. في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن فقه الغسل، وفقه الغسل نحتاج إليه جميعا سواء كان الرجال أو النساء، لأنه أمر من أمور الطهارة المهمة جدا الذي له ما يوجبه على المسلم. وورد إلينا أسئلة في هذا الجانب نجيب عنها إن شاء الله عز وجل، وفي انتظار أسئلة المشاهدات خاصة في هذا الباب المهم جدا إن شاء الله، وذلك من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة. بارك الله فيكم وفيكن. ولكن قبل أن نجيب على الأسئلة، أوجز مسألة الغسل بأن الغسل معناه هو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، وله أركان وهما ركنان اثنان. الركن الأول النية، الركن الثاني هو ما جاء في التعريف تعميم الجسد بالماء. يبقى عند نية الغسل مع تعميم الجسد بالماء، الماء يصل إلى كل الجسد، فهذا هو الغسل. ده الغسل عموما، لكن هناك سنن لعلنا نعرض لها في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله عز وجل. والغسل له موجبات، يعني في أشياء لو اتعملت وحصلت من الإنسان أو حدثت له وجب عليه أن يغتسل. هذه الموجبات خمسة. الواجب الأول نزول المني بشهوة سواء كان من الرجل أو من المرأة. الثاني التقاء الختانين، وهو التقاء الرجل بالمرأة حتى ولو لم يحدث إنزال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. والواجب الثالث الذي يوجب الغسل هو انقطاع دم الحيض والنفاس. إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس وجب على المرأة أن تغتسل، يعني الحيض لما يخلص أو النفاس لما يخلص وجب على المرأة أن تغتسل. الموجب الرابع هو الموت، ولكن الفرق بينه وبين بقية الأغسال إن الأغسال الأولى اللي ذكرناها والموجبات الأولى إن الإنسان غالبا هو اللي بيغتسل بنفسه، لكن الموت يقوم غيره بغسل من مات. يعني الإنسان اللي مات ما بيغسلش نفسه بالتأكيد، إنما غيره هو الذي يقوم بغسله. الموجب الخامس الكافر إذا دخل في الإسلام، إذا أسلم عليه أن يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه هي الموجبات الخمسة للغسل: نزول المني بشهوة، اثنين التقاء الختانين، ثلاثة انقطاع دم الحيض أو النفاس، أربعة الموت، خمسة الكافر إذا أسلم. ونبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد هذا الكلام الموجز عن الغسل أو عن بعض مسائل الغسل في الإجابة التي وردت إلى في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. سائلة تقول: أشك كثيرا في الليل أني جنب دون أن يمسني زوجي، فما الحل؟ تشك كثيرا في أنها جنب، يعني الشك أو عندها يقين أولا أنه لم يحدث مسيس من الزوج بمعنى الجماع، ولكن الشك لا يزول باليقين، عندها يقين أنه لم يمسه. فإذا شكت الشك غير مؤثر، الشك غير مؤثر، فليس عليها شيء. يعني هي سواء كان في الليل أو في النهار تشك أنها جنب، هي بتشك في الجنابة،
شك في الجنابة، سواء كان انزال او ان زوجها مسها. الشك ليس عليه حكم في هذه المسألة، او ليس له حكم. الحكم ان ليس عليها غسل وليست جنب، الاصل انها ليست جنب، وده يقين. واليقين القاعدة بتقول ايه؟ اليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين الا بيقين مثل. يعني اليقين يعني ايه؟ يعني ببساطة كده هي متأكدة في الاصل انها لا حدث جنابة ولا زوجها مسها، يبقى ما يزولش اليقين ده والتأكيد ده إلا بتأكيد مثله، يعني يحدث لها جنابة وتكون متأكدة، أو أن يمسها زوجها أو يمسها زوجها المساس المعلوم، يعني يحدث بينها وبينه ما يوجب الغسل. إذن ليس عليها شيء في هذا الشك، وهي ما زالت طاهرة ولا يجب عليها الغسل. السؤال التالي من أم أحمد تقول: هل يجوز تأخير غسل الجنابة حتى الصباح؟ يعني حدث ما يوجب الغسل من التقاء ختانين أو إنزال بشهوة أو الاثنين مع بعض، يعني هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى الصباح؟ نعم، بس الأول الصباح لحد إمتى؟ يعني الصباح يعني يأتي الفجر، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر أو الصبح. وبالمناسبة الفجر والصبح اسمين لمسمى واحد، يعني الناس بتاخد على ان الصبح ده يعني اما الشمس تطلع بقى ونبقى بالنهار ونبقى 7 8 9 10 الصبح كده. لا، الصبح هو الفجر، زي احمد هو الحاج احمد، ويتدلعوا ويقول له يا حمادة، هم الثلاث اسماء لمسمى واحد. فلما واحد تقول له فلان او تقول الحاج فلان، هو الشخص. الصبح والفجر اسمان لمسمى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اخر، كما تحدث عائشة رضي الله عنها، كان احيانا يؤخر غسل الجنابة، والنبي طبعا لم يكن يحتلم، يعني النبي لا تصيبه الجنابة الا من لقائه مع احدى زوجاته. ليه؟ لان الاحتلام من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتلاعب به الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل الجنابة احيانا الى ان يؤذن الفجر، فيغتسل ويصلي الفجر بسنته. فيجوز تأخير غسل الجنابة الى الصباح، والصباح زي ما بينا كده اي الى الفجر. السؤال الذي يلي هذا السؤال، فاطمة تسأل: ما هي صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض؟ سؤال مهم، ولذلك انا قلت وانا بعرف الغسل، قلت اسيب السنن للأسئلة، وقد جاء هذا السؤال: ما هي صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض؟ طيب نجيب هذا السؤال، نجيب على هذا السؤال بعد هذا الاتصال. استاذ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس عندك السؤال، هو هل يجوز تأخير غسل الجنابة حتى الصباح في رمضان؟ نعم، أجيبك. حاضر. طبعا هو السؤال كنا لسه بنجيب عنه، لكن ما جبناش سيرة رمضان. هو الحديث اللي ذكرناه وأشرنا إليه، السيدة عائشة رضي الله عنها اللي بتبين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الغسل إلى أن يأتي الفجر. الحديث ده كان في رمضان، كان خاص بالصيام، لأن الصيام أو صحة الصيام لا تتوقف على الإنسان طاهر من الجنابة أو لا، خاصة ان الجنابة حدثت في الليل، ولكنه اخر الغسل. طيب اخر الغسل، وعليه ان يسارع بالغسل من اجل الصلاة وليس من اجل الصيام، طبعا اذا حدث الجنابة من الليل. اما في الصيام فطبعا معلوم انه لا يجوز ان الانسان يعني يجامع وما الى ذلك في نهار صومه الا لو حدث احتلام وهو نائم، فهذا معفي عنه في حال الصيام. فيجوز هذا في رمضان وفي غير رمضان، أو في الصيام عموما، أن يأتي عليه بداية وقت الصيام
وهو جنب فيغتسل من أجل الصلاة وليس من أجل الصيام. نعود إلى السؤال الأخت فاطمة اللي بتقول ما هي صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض. أولا غسل الجنابة مثل غسل الحيض، إلا أن فيه أمران يفرقان غسل الحيض عن غسل الجنابة، وهما أمران يسيران، أمران خفاف قوي يعني. لكن صفة غسل الجنابة، احنا قلنا ان الغسل عامة غسل التعبد، لان غسل الجنابة ده غسل تعبد له ركنين اتنين، وما دام قلنا ركنين، الركن لو نقص ركن من الاركان يبقى العمل كأن لم يكن، يبقى ما تمش، يبقى تأتي بركنين، الركن الاول النية، الركن الثاني تعميم الجسد بالماء. يعني انا لو جيت كده نزلت بقى في بانيو مليان بالمية، نزلت في حمام سباحة بنية الغسل، يبقى المية وصلت لجسمي كله، مفيش عوازل ولا اي حاجة، يعني مفيش شيء عازل عن الجسم، نزلت بهذه النية الغسل تم. لكن احنا كده كده هنغتسل، لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم والسنن اللي في الغسل، يبقى نتركها ليه؟ يبقى ما ناخد الاجر ده، يعني سبحان الله، يعني ما دام هقف اغتسل وكده اغتسل وكده اغتسل، يبقى اخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. هدي النبي كان ايه بقى في الغسل؟ باختصار كده وبشيء يسير خالص، النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي، وكما في حديث عائشه رضي الله عنها وفي حديث ميمونه، طبعا اللي هيروي الكلام ده هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي هيشوف النبي وهو بيغتسل غير زوجاته رضي الله عنهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا فيغسل، نقول بقى بالتعبير كده موضع الاستنجاء عشان ما يرجعلوش تاني، يغسل موضع الاستنجاء، ثم يبدا فيتوضا، ولو كان واقف في مكان الميه بتتجمع فيه زي بانيو، زي مثلا عند الفلاحين كده، ولا لسه المناطق اللي لسه ما فيهاش بانيو ولا حاجه في طشت، يعني مكان بيتجمع فيه الماء، له ان يؤخر غسل الرجلين او غسل القدمين في لاخر الغسل، يبقى يغسلها غسله دوبل. يعني ايه؟ يعني الغسله دي تبقى للغسل وللوضوء مره واحده في الاخر. فاذا اتوضى وبعد ما اتوضى يصب الماء على راسه، يصب الماء على راسه، ويقعد بقى يعمل في فروة الرأس كده، والموضوع ده بيتم بسرعة حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، يعني إلى جلد الرأس، والكلام ده بيتم بإيه؟ بسرعة. فإذا اطمأن إلى هذا يصب على رأسه 3 مرات، صب الماء على رأسه. طيب حضراتكم تقولوا طب احنا واقفين تحت الدش هنصب ليه؟ هقول له والله انت مش هتصب بقى، انت عاوز تاخد ثواب السنة، اعمل ايه؟ روح جاي كده تحت الدش كده مرة التانية التالتة، يبقى خدت ثواب السنة، والمسألة مش صعبة ولا حاجة، ما فيهاش لا تعسير ولا حاجة، ولكن تاخد ثواب السنة. بعد الصب على الرأس 3 مرات، يعني يصب على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وهذا أيضا 3 مرات، ويتعاهد المناطق اللي المية ممكن تعمل كوبري وتعدي كده، يبقى تحت الإبطين، السرة، المنطقة اللي خلف الركبة، الأذنين، تجويف الأذنين بس. وبهذا يكون قد توضأ واغتسل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. الفرق ايه بقى بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟ هما أمران يسيران. الأول ان غسل الجنابة ليس شرطا فيه الدلك من السنة، الدلك بقى مش الدعك، يعني الدلك يعني ايه؟ الدلك يعني امرار اليد على الاعضاء، امرار اليد على الجسم، لان في ناس تسمع الدلك ده يعملوا ايه؟ ممكن تبص تلاقيه يعني يجيب حاجه كده، يجيب ليفه ولا يجيب حاجه ويقعد يحك في جسمه ويقول لك اصلا انا سمعت الدلك. لا، الدلك هو امرار الجسد على الماء، امر بسيط على الجسم، امرار اليد على الجسم مع الماء، طبعا الماء موجود، فهو ده اسمه ايه؟ الدلك. الامر الثاني في يعني الامر ده مش مفروض او مش واجب في غسل الجنابة، لكنه في غسل الحيض او النفاس مطلوب. طيب الامر الثاني، المرأة اذا كانت من ذوات الضفائر عندها ضفيرة، في غسل الجنابة ليس شرطا ان تفك الضفيرة،
مش شرط انها تفكها، انما تعمل ايه؟ بتوصل الميه لاصول الشعر، الضفيره تفضل زي ما هي، ده في الجنابه. اما في الحيض فعليها ان تنقض الضفيره، تنقض الضفيره يعني تفك الضفيره وتفك وتفك الشعر بقى، سواء كانت ضفيره بفرتين او عاملاها بالحصان، المهم انها بتفكها في غسل الحيض. وهذا يعني يبين مدى يسر ديننا في مساله الجنابه، لان الجنابه متكرره، ولو كانت كلفت كل مره بانها تغسل يعني تفك الضفائر يكون هذا الامر شاق. والقاعده الاصوليه تقول ايه؟ المشقه تجلب التيسير، وبياتي اليسر من الشرع، مش احنا اللي بنيسر، احنا بس بنخبر بالتيسير، لكن الامر يكون يسيرا في الشرع، والشرع جاء به، ما علينا الا اننا نخبر بهذا التيسير. اما الحيض او النفاس فالحيض كل شهر، واذا كانت المرة حامل يبقى غسل النفاس بعد كده، يبقى بعد ايه ما يقرب من 10 اشهر تقريبا، 9 اشهر حامل ما فيهاش غسل حيض، وبعدين شهر كمان يعني 10 شهور هتغتسل غسل واحد، اللي هو يكون من غسل الايه، يكون من النفاس. اذا المسألة يسيرة ان شاء الله، يعني موضوع الدلك وموضوع فك الضفائر ده هو الفارق، هما الفارقان بين غسل الجنابة والغسل من الحيض. السؤال التالي، المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت، هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى فروة الرأس؟ احنا لسه قايلين الكلام ده في صفة الغسل، انها بتوصل المية لفروة الرأس اللي هو بنقول ايه، منابت الشعر، فبتوصل ايديها كده وبتعمل، بتلاقي المية وصلت لفروة الرأس اللي هي ايه، عبرنا عنها بكلمة منابت الشعر. السؤال الذي بعد ذلك، سائلة تقول اثناء غسل الجنابة اطلقت الريح، هل اعيد الغسل ام اتوضأ؟ يعني اثناء الغسل طبعا احنا قلنا من صفة الغسل ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء في اول الغسل. طيب الوضوء في اول الغسل، اذا الانسان اتوضى خلاص وبيغتسل، خرج منه ريح، هذا الريح ناقض للوضوء، مش كده؟ الريح ده ناقض للوضوء، لكن له علاقة بالغسل؟ ملوش علاقة بالغسل، يعني الانسان ما يعيدش الغسل من تاني ولا حاجة، ولكن عليه في اخر الامر يعني يتوضأ ان كان سيصلي او سيفعل شيء يحتاج الى الوضوء، لكن الغسل نفسه ما ليس له علاقة بخروج الريح. اظن كده الاجابة واضحة. السؤال الذي بعد ذلك، غسل الجنابة اذا كانت غير مصحوبة بالنية، هل تبطل بقية الاعمال ام لا؟ مهم قوي، وان كنا ذكرنا الكلام ده في التعريف، يعني نخلي بالنا كده ان قلنا الغسل له ركنين اتنين، يعني لازم منهم، الاول اللي هو النية، الثاني تعميم الجسد بالماء. السؤال عن النية، هل الغسل ما كانش اذا لم يكن مصحوبا بالنية هل تبطل بقية الاعمال؟ يعني هل يبطل الغسل اصلا ما تمش، ليه؟ لان احد ركني الغسل هو النية، فالركن اذا ما كانش موجود يبقى العمل نفسه ما كانش موجود. يعني مثلا عشان المسألة واضحة قوي، لو الصلاة من اركانها تكبيرة الاحرام، طيب الانسان لو ما كبرش تكبيرة الاحرام وصلى ال4 ركعات او الثلاثة او الاثنين، صلى الركعات دي، هل صلاته تحسب؟ لا، لانه ما دخلش في الصلاة اصلا، في ركن نقص، في ركن نقص وما دخلش في الصلاة بتكبيرة الايه، بتكبيرة الاحرام، ودي ركن من اركان الصلاة. يبقى الصلاة يعني نقول ايه، الصلاة في الحالة دي ما تنفعش. كذلك الغسل اذا لم يكن فيه نية الغسل فهذا الغسل غير صحيح، وهذا الغسل يعتبر او يقع باطلا، يبقى لازم من النية مع تعميم الجسد بالايه، بالماء. سائلة تقول الجنب اذا توفى قبل ان يغتسل، فهل يجب تغسيله
من الجنابة أو لا، ثم أولا ثم يغسل الأغسال الثلاثة أم يكفي تغسيله بالأغسال الثلاثة فقط؟ سؤال كويس. يعني واحد جنب عجلته المنية مات قبل ما يغتسل، ومعلوم إنه هو جنب، طيب اللي يغسله من الجنابة الأول، وبعدين يغسله غسل الميت اللي هو فيه ما يقلش عن ثلاثة، اللي هو ثم يغسل الأغسال الثلاثة، أم يكفي تغسيله بالأغسال الثلاثة فقط اللي هي غسل الميت يعني؟ غسل الجنابة يخص الأحياء، أما الغسل اللي الإنسان إذا مات ده يخص الأموات ويخص الناس اللي هتغسله، فغسل الجنابة يخصه هو وهو على قيد الحياة، أما إذا مات وهو جنب فالغسل يكون بسبب الموت وليس بسبب الايه؟ وليس بسبب الجنابه، لان الانسان وهو عايش بيغتسل ليه من الجنابه؟ اولا لان ربنا سبحانه وتعالى امر بذلك. امر بذلك وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص قاطعه بهذا الشان. طيب ده احكام وهو عايش، طب هو ميت يعني يغتسل الجنابة، يغسلهم من الجنابة ليه؟ لا هو هيصلي ولا يعني هيطوف بالبيت الحرام ولا هيمسك مصحف ولا يقرأ قرآن ولا حاجة مما يجب أو يستحب له الوضوء أو الطهارة عامة، من سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر، اللي هو الحدث الأكبر هنا مسألة الجنابة. أما حنظلة رضي الله عنه فغسيل الملائكة فكان لأمر آخر، ودي مسألة بينت فضله، إن حنظلة غسيل الملائكة سيدنا حنظلة رضي الله عنه كان قد تزوج، وفي ليلة العرس في صبيحة العرس ما كانش لسه اغتسل من الجنابة، فسمع المنادي منادي حي على الجهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا في إحدى الغزوات، فخرج معه وكانت المعركة قريبة من المدينة، فاستشهد ولم يغتسل. مسألة الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المعركة قريبة قوي، فشغلوا عن انه يغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراه الله عز وجل ان الملائكة تغسله، ووجد انه مبلل، وكان طبعا الشهيد شهيد المعركة من احكامه انه لا يغسل، وحتى يكفن فوق ثيابه ويدفن بثيابه وفي دمه لا يجرد من الثياب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سأل فأخبر أنه خرج لما سمع حي على الجهاد، فخرج دون أن يغتسل، من هنا غسلته الملائكة. فده حكم في مسألة غيبية، مش كل واحد جنب بقى الملائكة هتنزل تغسله، وحتى لو نزلت غسلته فمن الذي سيخبرنا؟ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحاصل في هذه المسألة أن الواجب على من يقوم بتغسيل الذي مات وعليه جنابة دون أن يغتسل، وجب عليه أن يغسله غسل الميت فقط، هذا من ناحية الإيه؟ من ناحية الوجوب. السؤال الذي ورد إلينا بعد ذلك، ولو كان فيه أسئلة في هذا الجانب المهم جدا في مسألة الغسل، لأن الغسل من الجنابة بالذات لو ما تمش يبقى الإنسان لو صلى صلاته مش هتنفع، وهناك أشياء تحرم عليه وهو جنب، فلو كان فيه أسئلة من المشاهدين والمشاهدات خاصة فيتصلوا لكي نوضح لهم هذا الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. السؤال الذي بعد ذلك سائلة تقول ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل؟ يعني إيه؟ يعني السؤال هو يعني أن تفعل إذا احتلمت بأنها اختلت بالرجل وكان بينهما ما بين الزوجين. هو المسألة مسألة حلم منام، رأت في المنام، وأم سليم رضي الله عنها كما في حديث أم سلمة والحديث في عند البخاري وعند غيره، قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
إن الله لا يستحي من الحق. إن الله لا يستحي من الحق، مش الكلمة اللي الناس بتقولها لا حياء في الدين، لا الدين كله حياء، لكن شوف التعبير، إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك احنا بنتكلم في مسائل بعض الناس قد تعتبرها شائكة، يعني ايه المسائل بقى اللي خاصة بين الزوجين والمسائل الجنسية وما إلى ذلك، وترتبط بإيه؟ يتميز دين الإسلام وتتميز شريعتنا الغراء بأنها تعلم مثل هذه الأمور دون خدش للحياء. المهم إن التعبير يكون تعبير منضبط وتعبير محترم وبلغة راقية ليس فيها إسفاف. فما منعش المرأة إنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة دي بتحصل. فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ إن هي احتلمت. احتلمت يعني إيه؟ يعني رأت نفسها مع الرجل في المنام في الوضع المعلوم للجميع يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، يبقى عليها غسل. بس النبي حدد بقى حاجة مهمة، هو إيه؟ إذا رأت الماء. إذا رأت الماء يعني إيه؟ إذا رأت المني، لما تقوم فرأت في ثيابها في هذا الموضع أثر بلل، المكان ده مبلول، يبقى أثر المني. أثر المني اللي هي كانت شافته فين؟ اللي شافت في هذا في المنام. فإذا لم ترى منيا، ما رأتش البلل، ما رأتش الماء الذي نزل، ما تلاقيتش بلل ولا حاجة، ليس عليها غسل. لكن إذا رأت الماء ورأت البلل في ثيابها في هذا الموضع اللي هو يبين إن في مني نزل، والمرأة لها عندها مني مثل الرجل مع فارق الوصف، فماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر أصفر. حتى أم سلمة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أو تحتلم المرأة؟ قال لها: تربت يمينك. نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها؟ نعم، تحتلم وينزل منها المني وهو ماء رقيق أصفر. فإذا رأت هذا الماء يبقى عليها الايه؟ الغسل. انت هتشوف الماء ازاي؟ بلل في الثياب في هذا الموضع. اما اذا لم ترى البلل، مفيش بلل ولا حاجة، يبقى ليس عليها الايه؟ ليس عليها الغسل. سؤال مهم؟ نعم، سؤال مهم بالتأكيد. نخرج الى فاصل قصير. نعم، الحلقة الوقت جرى بسرعة، ظننت ان هناك فاصل لكن معنا وقت قليل جدا. في هذا السؤال الذي ذكرناه يتبين، او اجبنا عليه، يتبين ان مسألة الغسل والمسائل الغسل التي جاء فيها اسئلة عديدة لم نجب عليها كلها لان الوقت داهمنا، مسائل في غاية الاهمية وفقه مهم جدا يغيب عن كثير من الناس، فوجب علينا ان نتعلم هذا الفقه، فهو جزء أصيل من ديننا. بارك الله تبارك وتعالى فيكم، وإلى حلقة قادمة من أسئلة النساء نلتقي بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.